أصحاب السعادة، سفراء الدول العربية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في جلسة البرلمان العربي التي تتوافق مع الذكرى 8 لتأسيس البرلمان العربي كبرلمان دائم. تلك الذكرى التاريخية التي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن وتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية على المستوى البرلماني للتعبير عن صوت الشعب العربي والدفاع عن قضاياه ومقدراته. واسمحوا لي ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جمهورية مصر العربية، قلب الأمة النابض وعماد أمنها القومي، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه لمؤسسات العمل العربي المشترك، لا سيما دعم فخامته المستمر للبرلمان العربي الذي تحتضن أعماله القاهرة، ولن تبخل بتقديم أي دعم أو مساندة للارتقاء بدوره لخدمة العمل العربي المشترك. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدول العربية الحريصة والداعمة للبرلمان العربي للاستمرار في دوره بالدفاع عن القضايا العربية المشتركة. والشكر موصول لأمانة جامعة الدول العربية ممثلة بصاحب المعالي الأخ العزيز السيد أحمد أبو الغيط لتوجيهاته المقدرة لتسهيل أعمال البرلمان العربي واستضافة اجتماعاته. واسمحوا لي أيضا أن أغتنم هذه المناسبة للإشادة بدور المؤسسين الأوائل في البرلمان العربي، وفي مقدمتهم صاحب المعالي السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية لدوره الهام في تأسيس البرلمان العربي منذ أن كان فكرة وليدة، وهو ما يمثل امتدادا لمواقفه الداعمة لمؤسسات العمل العربي المشترك. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، مع بداية مرحلة جديدة من عمل البرلمان العربي بعد مرور 8 سنوات على تأسيسه، أصارحكم أن حجم المسؤولية ملغاة على عاتقنا كبيرة، وتأتي في ظل أوضاع عربية وإقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر التي تواجهنا، وفي نفس الوقت تتعاظم تطلعات الشعوب العربية نحو العيش في أمن وتنمية واستقرار. ولكن بالرغم من ذلك، أؤكد لكم أن لدى رئاسة البرلمان وأعضائه ثقة مطلقة في قدرة البرلمان العربي على مواجهة هذه التحديات وتحقيق هذه التطلعات، انطلاقا من إدراكهم حجم هذه المسؤولية، وهو ما دفعنا إلى بلورة استراتيجية عمل جديدة لتطوير وتفعيل دور البرلمان العربي استجابة لمتطلبات المرحلة، وذلك من خلال تطوير الكثير من أنشطته وأساليب عمله واستحداث عدد من الآليات والهيئات الداعمة له، ومنها إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي نحن اليوم بصدد الاحتفال به. ويحدي البرلمان العربي الأمل في أن يطلع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بمهامه على جميع الأصعدة، فعلى الصعيد البحثي سيطلع بمهمة إعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وقياس الأداء، والتي تساهم في تنمية المجتمعات العربية في كافة المجالات. وعلى صعيد التدريب سيقوم المركز بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية متخصصة للبرلمانيين العرب ولمنسوبي الأمانات العامة من البرلمانات والمجالس العربية والإقليمية ومختلف وسائل الإعلام، كما سيطلع بدوره في تثقيف المواطن العربي. أما على الصعيد الأكاديمي فسيطلق المركز عددا من البرامج الأكاديمية على مستوى الدبلوم التطبيقي، ومنها دبلوم الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال برامج دراسية نظرية وتطبيقية بالتعاون مع الجامعات العريقة في هذا المجال. لتحقيق هذه الأهداف سيقوم المركز بتوقيع عدة بروتوكولات التعاون مع برلمانات ومجالس عربية وإقليمية ودولية ومعاهد دبلوماسية وجامعات ومراكز بحوث واستطلاعات الرأي متخصصة.